تشرفنا بمقابلة سيادة الرئيس، أنا والأخ القاضي مختار اليحيوي، وعرضنا عليه التقرير الأولي لأعمال هيئة الوساطة التي تعهدنا بها منذ قرابة الثلاثة أسابيع تقريبا، وبالطبع أعطيناه بعض التفاصيل حول اللقاءات التي أجريناها والمشاكل الأساسية التي طرحت من مختلف الأطراف، والتي لخصناها تقريبا في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بموضوع المجلس الوطني التأسيسي، هل ترى المجلس الوطني التأسيسي يواصل أعماله إلى نهاية المرحلة التأسيسية، أم تحدد له المدة والأعمال التي يجب أن يتممها؟ وبالطبع أعطيناه رأينا نحن في هذا المجال، باعتبار أننا نعتبر وأن المجلس الوطني التأسيسي يجب أن يسن قانونا يضبط الآجال التي يجب أن ينهي فيها على الأقل الأعمال التأسيسية، أي الدستور والقانون الانتخابي، وكذلك تحديد تاريخ أقصى للانتخابات. وهنا احنا عرضنا في هذا التقرير الذي قدمناه التواريخ الممكن اعتمادها. بالطبع كذلك تحدثنا حول موضوع الحكومة، ولاحظنا وأن هنالك اختلافات بين الأطراف في موضوع الحكومة. هناك من يرى أن هذه الحكومة يجب أن تستقيل وأن تتشكل حكومة يعني غير متحزبة، هناك من يرى وأنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني تشارك فيها كل الأحزاب التي توافق على أرضية الوساطة التي عرضناها، وطرحنا حل وسط يعني يتم بموجبه تعيين حكومة وحدة وطنية تتشكل من نائبي رئيس للحكومة، أحد نائب رئيس مكلف بالاقتصاد ونائب رئيس مكلف بالشؤون الأمنية، باعتبار وأن الاقتصاد والأمن هما الملفان الرئيسيان تقريبا اللي يهموا البلاد. وكذلك اقترحنا وأن الحكومة حتى تعمل، لأن الحكومة قادمة على مرحلة يعني صعبة جدا، هناك تحديات أمنية، هناك تحديات اقتصادية، وبالتالي لابد من إعطاء الحكومة الأدوات لكي تعمل. ومن الأدوات التي اقترحناها وأن المجلس الوطني التأسيسي يفوض النظر لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم في الميادين الاقتصادية وفي الميادين الاجتماعية. وفي اعتقادي من خلال هالمقترحات هذه نحاول أن نوفق بين مصلحة الأحزاب، الأحزاب بالطبع عندها مصالح تدافع عنها وهو أمر شرعي، لكن هناك كذلك مصلحة البلاد، يجب أن نراعي مصلحة البلاد وأن لا ندخل البلاد في حالة من الاضطراب وفي حالة من عدم الاستقرار. وفي اعتقادنا تنصيب حكومة وحدة وطنية تحدد لها المهام التي عرضناها في الوثيقة الوساطة، يمكن في اعتقادنا أن تصل ببلادنا إلى يعني شاطئ الأمان. إضافة إلى هذا نحن باركنا مقترح تكوين هيئة الإسناد السياسي التي تضم كل الأحزاب الموافقة على الأرضية، وكذلك المنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية، وهذه الهيئة هيئة الإسناد تسند لها مهمة يعني مراجعة التسميات، يعني توفير الشروط لضمان حياد الإدارة وحياد المساجد، وتقديم المقترحات
العملية في هذه المرحلة الانتقالية، حتى بالطبع نحافظ على المسار الانتقالي وبالتالي نحافظ على أهداف ثورتنا. هذه تقريبا جملة الأفكار التي عرضناها على سيادة رئيس الجمهورية، ونحن نواصل بالطبع المهمة نتاعنا، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا.